طبعا سلام، عايز اسالك سؤال وهساله برضو للكابتن محمد اليماني، له علاقه باللعيب اللي شبه فرجاني ساسي بس يكون مصري. يعني اللعيب اللي بيلعب بوكس تو بوكس في الدوري المصري احنا ما بنشوفهوش، اللعيب اللي بيعرف يدافع كويس او بيدافع بشكل معقول ويعرف يهاجم للصندوق الخصم ويهاجم بشكل كويس ويمر بشكل كويس، ده مش موجود عندنا. دايما الطباع الدفاعيه بتاعه طارق حامد في معظم لعيبه الوسط الملعب. ليه مثلا ما بتشوفش مجدي قفشه حاولوا في بيراميدز يعملوها معاه السنه اللي فاتت، صالح جمعه كان على فترات هو وناصر ماهر بيحاولوا بعض المدربين يعملوها معاهم، محمد عبد العاطي في دجله عملها بشكل رائع جدا، بس لسه ما عندناش اللعيب المصري اللي نقول شبه فرجاني ساسي. على فكره هو موجود، يعني هو اتنين بس ليه ما بيتوظفش؟ لسه ما توظفش ولسه ما لعبش بشكل كويس كده. لو جينا نتكلم عن اللي ممكن اللي شبهه، عمار حمدي. عمار حمدي بتاع النادي الاهلي اللي كان بيلعب في نادي الاتحاد السكندري نفس الشكل، بس عمار حسب الخطط اللعب اللي المدير الفني بيلعبها له. يعني ليه ما بنوظفهمش؟ يعني ما بقول لك حسب، انا قلت لك اسماء كتير بس ما بتوظفهمش. المدير الفني ولا مدير فني؟ مدير فني، قرار مدير فني ممكن بيلعبه في حته مثلا على الطرف من الاطراف يقدر يعمل شغل كويس. عندك احمد حمدي، احمد حمدي ناشئ النادي الاهلي، بيلعب في الجونه، لعيب مميز، والسنه دي لما عملها بشكل مميز جدا. شفت عمل اهداف كتيره من نص الملعب، قدر يجيب اهداف بشكل مميز. بس احنا بنتكلم اللعيبه دي كلها عايزه تلعب. كانوا طالعين مثلا ما بيلعبوش فطلعوا عقارات عشان يعملوا بشكل مميز جدا. فاحنا عندنا، بس احنا عايزين اللعيبه تشتغل بشكل كويس. وتاني حاجه التوظيف بتاعهم والثقه، خلي بالك يا كريم لازم يكون عنده ثقه، وحتى لو هو صغير لازم اديله. ما لعيب الدولي بيبقى ازاي؟ لازم بياخد مع التجربه وبياخد مع الاعداد ومع القوه. هيطلع لعيب دولي، مش هيطلع لعيب دولي في يوم وليله. صحيح، لازم اديله. صحيح.